اليوم موضوعنا بإيت سمارت له علاقة بأكل الصيام، أكيد رح تكون معي رندا فهد. قبل ما نبلش موضوعنا رح نحكي أكيد عن الباذنجان ووصفات دخلها باذنجان. بدنا نذكركم بمسابقة بيري لايت اليوم الثلاثة، رح نعطي الجواب الصحيح واسم الرابح ونرجع نعطيكم السؤال الجديد للأسبوع المقبل. بونجور رندا. بونجور تينا. رح نبلش دغري بالمسابقة. مزبوط، لأنه ثلاثة بتبقى حلقتنا حافلة بالأشياء. اليوم بدنا نجاوب على السؤال اللي سألنا، أي في أكثر كالسيوم، هل هو الحبق الناشف أما هو الزعتر الناشف؟ أو اللوز. أو اللوز، بس اللوز ما كان بالمسابقة يا تينا، مع إنه صحتين أنا I'm proud of you. بس اللوز فيه منيح كالسيوم. أكيد في كالسيوم 100%. فإذا الجواب كان هو الحبق في كالسيوم أكثر. وعندنا رابحة ماري خير الله اللي فيها تتصل على مطابق بيري لايت لتكون عم تاخذ جايزتها اللي هي أكل لا يومين كاملين. ليه حددت إنه مجفف؟ إذا أخذني أخضر والزعتر أخضر نفس الشيء كمان أو هلأ؟ هلأ نفس الشيء، لأنه أنت وقتها تجففي بتكوني شوي عم تخسري من النيوتريينتس، بس إنه هون وقتها لأنه بيناتنا بحط صورة أنا تينا حتى تكون واضحة الصورة، والصورة محطوطة فينا نقررهم على بعض بطريقة أفضل. مظبوط، أهين. أهين. شو سألنا الأسبوع الجاي؟ سؤالنا الأسبوع الجاي بعدنا بأجواء الصيام والأكل الصيامي، فأي في بروتين أكثر، هل هو العدس أو هو الفاصوليا الحمراء؟ عدس أو فاصوليا حمراء، أي فيها بروتين أكثر؟ المشاهدين أكيد بلشوا يجاوبوا على فيسبوك بيجز ام تي في الايف أو دي سي دي سي رندا دنيا فهد أو بيري لايت هيلث سنتر. من اليوم لثلاث الجاي ليكون عم نختار اسم رابح أما رابحة لنكون عم نعطيهم جوائزهم. عظيم. خبريتنا؟ خبريتنا إلى علاقة بأمراض الرئة تينا، وتبين أنه أخذوا دراسة كبيرة 44 ألف شخص هن بين أعمار 45 سنة وال 79 سنة، وهؤلاء الأشخاص ربعهم كانوا من المدخنين، وعملوا إحصاء ليشوفوا هؤلاء الأشخاص قديش هن بيتناولوا الخضرة والفواكه، وتبين انه الاشخاص اللي بيتناولوا خضره وفواكه على طول وهو اكثر من خمس حصص بالنهار، كان هالشيء عم يحميلهم رواياهم، وعم يحمي الرواية بشكل انه 35% كان في حمايه للاشخاص اللي هن يتناولوا الخضره والفواكه، ولكن مش كل الخضره والفواكه كانت هي عم تحميهم، وبالتحديد هون كان اللي عم يحمي كان التفاح بشكل كبير، الانجاص والخضره الورقيه. حلو. هلا هالدراسه كمان بينت انه الاشخاص اللي هن بيدخنوا مستفيدين اكثر، يعني بيحموا ريتهم اكثر من الاشخاص الغير مدخنين، يعني حتى اذا كنتوا مدخنين بليز كلوا تفاح اكثر، يعني بهيدا ستادي بيعوضوا اكثر 100%. بليز كلوا خضره اكثر وكلوا نجاس. وتبين بهالدراسه انه البصل والثوم ما بيساعدوا بهالشيء بالذات حمايه الرئه، ولا البصل ولا الثوم ولا الموز. ونحن نحكي عن الرئه مش عن القلب. على الرئة. ولا الموز ولا البرز، يعني كل شيء له علاقة بالفريز وعائلة. مزبوط، وعائلة الفريز. بس هون لما نقول رندا انه يعني بنوصل لاستهلاك خمس حصص فواكه وخضرة، يعني اكيد عم نشيل بندربهم لحوم. لا 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 ابدا، ما بتعتقدي؟ يعني ما بتعتقدي لانه خففوا لحوم خمس حصص هالشغلة عم بتفيد صحة الرئة؟ هون بالتحديد تينا الخمس حصص هن كثير سهل انه ناخذهم، يعني انت وقتها تقولي حصتين فواكه، نحن فواكه يعني بلبنان. انت اعطينا اكزامبل بالنهار، كيف فينا ندخل خمس حصص؟ اذا اكلتي الموزة، لنحكي عن الموز مع انه هو اللي ما عم يحمي موزة على الترويقة، الموزة الكبيرة هي حصتين. حصتين مزبوط. صحن سلاد، صحن السلاد في يكون صحن السلاد الصغير مثل هون اللي حاطينه هو حصه واحده. هلا وقت تاكلي راس بندوره هي كمان حصه، خيارتين هي حصه. سو بتاكل، يعني بتاكليهم بقلب الساندويتش بصحن السلاد الظهر، بعد الظهر قطعتين فواكه خلصت. يعني لا بتوصل كثير هينه. فهون الرساله هي انه نزيد استهلاك الفواكه والخضره، خصوصا التفاح. تفاح، وعندنا تفاح. اكزاكتلي. برجع تينا، انا امبارحه انا وانت كنا عم نقول مشاهدين ان احنا بايامات الصيام فينا كثير نعمل اكل صيامي، ما بده يكونوا عم يتكركبوا. والاكل الصيامي مثل ما كلهم بيعرفوا عندنا الباميه، اللوبيا، بالاكل الصيامي اللي فينا نعمله، اللي فينا نعمل المجدره، المدردره، اللي فينا نعمله كمان العدس، عندنا عدس بحامض، عندنا العدس شوربه العدس المجروش كمان.
وقت نعمل العدس بحامض اللي هي عدس بالسلق اللي هي اليوم انا اكلتي بالبيت، فنحن بنعملها انا كمان بستفيد اني اعمل محشي سلق بنفس الوقت، بستفيد انه الضلوع كمان بعمله ضلوع بطحينه. حلو، فهون صار عندنا ثلاث اكلات فينا نكون عم نستعملها. وحتى اللي ابدا ما بياكلوا حليب ومشتقاته فيهم هالضلوع بطحينه يكونوا عشيه عم ياكلوها، فيهم يحطوها على توستات على رايس كيك وقرشوها كثير طيبه. وفي اشخاص طبعا بحبوا انه ياكلوها مع الخبزه كمان مش غلط. نعم. اكلات كثيره فينا نعملها، المحاشي فينا نعمل، هلا حكينا على المحشي السلق، ليش ما بنحكي على المحشي الملفوف؟ بنحشيه بالرز ونحط له شويه بقدونس ونحط له كم حبه حمص بنكون نحن سلقينهم قبل. نفس الشيء فينا نعمل بالكوسه، فينا كمان نحشيهم بالكينوا وحشوه الكينوا بتكون كثير كثير طيبه. مش غلط نكون عم نعمل بيستو لنكون كمان بنشوي خضره بنعملها على قبعه الخبز، فبندهنها بالبيستو بنكون عم نحط الخضره عليها. هاي البيستو بنعملها مثل ما بنعمل بيستو اللي هي معموله من حبق، معموله اكيد محطوط لها زيوت ومحطوط لها الصنوبر، مش ضروري نكون عم نحط لها الجبنه. ليش ما بنعمل بيتزا؟ كمان بنجيب العجينه بنكون عم نعمل صوص البندورة اللي كمان الحبق انا كثير بحبه، بكون عم نقص بصل بكون عم نقص بندورة وبنعملها، بنحط الخضره فوقها، الفطر، الذره الى اخره، مثل ما واحد بحب الباذنجان اللي لازم احكي عنه اليوم. وكمان تينا في اعطي ملاحظه صغيره انه نحن فينا نجيب شويه كاجو بكون عم ندقهم نطحنهم كثير كثير ونحطهم فوق البيتزا، هيك ببين منظر الجبنه وبتعطيها كمان نكهه. كمان فيها تستبدل الجبنه قصدك بالكاجو. بالكاجو ليلا. وكمان شغله بالبيستو، فينا اللي بحب طعمه هالجبنه البارميزان اللي هيك شوي حاده فينا نجيب شيء اسمه نيوتريشنال ييست، فهو من الخميره ولكن نكهتها بتعطي عندها هالريحه والنكهه مثل جبنه البارميزان. حلو. كمان نحن فينا نستعملها. فبتقولوا لي ما في اكلات صيامية؟ في كثير افكار، في كثير افكار، في كثير افكار. رح ناخذ اتصال قبل ما نبلش بموضوعنا عن الباذنجان. الو الو بونجور. اهلا وسهلا، يعطيكم العافية. ميرسي، تفضلي. سؤالي اليوم عن الخميرة، خميرة البيرة اللي عادة بتنباع بالصيدليات، أنا بعرف إنه الخميرة فيها الفيتامين بي كومبلكس. مظبوط. فإذا أخذنا الخميرة حاطين إنه مثلا بياخذ واحد ملعقة خميرة، أي نوع خميرة اللي هي بالسوبر ماركت ولا أي نوع؟ وسؤال ثاني بليز، بدي أعرف الخميرة الطبيعية كيف بتنعمل، يعني اللي بدي أعمل فيها خبز بدون ما تكون الخميره الطبيعيه يعني، بس هيك هذا سؤالي ويعطيكم الف عافيه. ثانك يو. مسالك رح جاوب على اول بارت من السؤال لانه ثاني بارت عندنا هيك. الخميره من وين بتجيبها؟ حسب نحن شو بدنا من الخميره، فنحن اذا بدنا الخميره اللي تكون عم تنظف لنا جسمنا بدنا الخميره اللي بتحتوي البي كومبلكس كله خصوصا بي 12، فينا ناخذ الخميره اللي هي بناخذها من الفارماسي، ولكن كمان اذا اخذنا الخميره اللي هي جايبينها نحن من السوبر ماركت كمان هي بما انه هي خميره بتحتوي على البي كومبلكس فكمان فيها تكون عم تفيدنا، فبحال محل هي بتكون عم تفيدنا. الخميره الطبيعيه، الخميره الطبيعيه وكيف شغلها بدنا نخصص حلقه لهيك. انا بكره رح، لانه حرام ما يطلع لي اليوم مجال لكون عم بحكي على الباذنجان، بدي تسمعيني بكره لانه بكره بنطاق حديثي انا رح كون عم جاوبك على هذا الموضوع. لكن الباذنجان شايفين قدامك رندا كذا صحن. مزبوط، بدي ارجع خبر على كذا صحن باذنجان. اول صحن رح احضره انا وياكم بطريقه كثير هينه اللي هي بتكون سلطه، عاملينها سلطه من الباذنجان. فانا جايبه باذنجاني هون وقصقصتها، دائما الباذنجاني فينا نكون عم نقصقصها نحط لها شوية ملح حتى يطلع منها تطرى ويطلع منها كل شيء قاسي. فإذا هون حطيتها بالفرن وشويناها. هلا هيدا سلط، فأنا جايبة أنواع الخضرة المشكلة هون، فإذا هيدي خضرة مشكلة رح أمسكهم أنا وحطهم فوقها لأعملهم بهالطريقة للسلط. هلا هيدي السلط رح أحط فيها هون مثل ما شايفين الرمان حتى اكون عم لونه، ودائما بنعرف الباذنجان تينا بيلبق له كثير الرمان. فحطيت ملعقتين من الرمان حتى اكون عم لونه. هلا لهيدي السلد كمان بيلبق لها بعد شغلتين، انا في اكلها سلد عاديه وفي اكلها سلد تكون هي وقعه اساسيه زيد فيها بالبروتينات. سو انا لزيد بالبروتينات جايبه 45 جرام من التوفو، والتوفو هي الجبنه اللي هي مصنوعه من ما بعرف اذا وين
اوكي، هيدي التوفو اللي هي هون، هيدي هي جبنه مصنوعه من الصويا اللي هو انا بجيبها بشيل كل الميات منها، بحط لها شويه اوريجانو، اوقات بحط لها شويه صويا صوص لتعطي طعمه وبشويها. حلو. هلا هون شويتها قصقصتها صغير. طبعا هون بحب اشكر كل اللي بيساعدوني مطابخ باري لايت لنكون عم نحضر هالاكلات اللي بتشهي، اللي نحن هول الاكلات اللي بنعملهم بمطبخنا. فاذا التوفو غنيه بالبروتين، غنيه بالبروتين وافيه الكالسيوم، فاذا انا هون حتى ما ينقصني ولا كالسيوم ولا بروتين. حلو هون انه نكون عم زينها بشويه كزبره كمان، مش غلط نحط لها شويه كزبره. و اكيد الصوص اللي هي معموله من 30 جرام بلزاميك فينيجر، 10 جرامات من الماسترد ديجون ماسترد، و10 جرامات من زيت الزيتون. انا راح امسك الصوص وحطها فوقها، وهيدي عندنا اكله كامله. فاذا انا هون في اتعشاها مع حصه واحده من النشويات، فهيدا في يكون عشاء شبيعه، بتصير شبيعه زغطوره، ولكن بنفس الوقت فيها كل المواد الغذائيه، لا ناقصها حديد ولا ناقصها كالسيوم ولا شو فيها كالوريز. هلا بالكالوريز بهيدا الصحن تقريبا بيحتوي على 260 وحده حراريه، مزبوط، بيحتوي على 9 جرامات من البروتين، بيحتوي على 7 جرامات ونص من الالياف. حلو. لانه طبعا احنا وقت نحكي على الباذنجان الياف، وقتها نحكي على الخضره الياف، والرمان طبعا بيعطينا الياف. فاذا هيدا اول صحن. اول صحن، ما بعرف اذا مبين عنه. ثاني صحن. ثاني صحن هيدا الرولاد. طيب كيف بدي اعمل الرولاد؟ هون اللي عاملينه بطريقه كثير هينه. اول شيء نحن جايبين الجزر، وجزر وبصل وفليفله حلوه، فينا نعمل فليفله خضراء وفينا نعمل فليفله حمراء، بنقصهم بجوليان رفيع وبنكون عم نهوسهم. طبعا الباذنجان بيكون شويناها، وبنعمل صوص البندوره من البصل البندوره والحبق. حلو. نحن بنكون جايبين كل شقفه من الباذنجان حشيناها بهالخضره اللي نحن عملناها، لفيناهم وفوقهم حطينا الصوص. هيدي بتتاكل بارده. هيدي بتتاكل بارده. هلا بعد شغله بدي اقولها، انه فينا نحن نزيد لها توفو، وفينا نحن كمان نجيب جبنه الموتزاريلا ونكون عم نرشها عليها. شو فيها كالوريز هيدي؟ اذا نحن بدنا نكون عم نشتغلها هيك، فكمان رح فرجي هيدي الاكله. هون عندك بس 171 وحده حراريه بهول كلهم، مش قليل. 6 جرامات من البروتينات و8 جرامات من الالياف. Very nice. فاذا كمان كثير لذيذه. افكار حلوه رندا، خفيفه وبتغذي مثل ما قلنا، يعني قد ايه فيهم فوائد هالاطباق. 100%. وبنفس الوقت خرج الصيام، فهيك الواحد فيه يطلع شوي من العادات. الباذنجان والدماغ، الباذنجان والدماغ، علموا اولادكم ياكلوا باذنجان. رح ناخذ بريك ومنكفي الايف.